الاصرار ويدخلوا هاد الجورناليزم راه كلشي كيتمناو. علاش قلت لكم علاش حنا مضاربين دابا كنقولوا ما تدخلوش مع السطاج وما تدخلوش من هذا، حنا بغيناكم تدخلوا مع الباب وعزازين مكرمين وبادواتكم. هنيئا اذا كلمه بالنسبه لي. طبيعة الحال هذه الأمسية كما قلت هي أمسية بالنسبة لي دافئة، لأنها كانت في أحضاني مستقبل المهنة اللي هما الشباب والطلاب، واللي كنحتاجوا أننا هنا نتكلموا معهم أكثر من الآخرين، لأنه إذا كنا كنتذكروا على مستقبل المهنة يجب أن نبدأ في تمرير الرسائل التي نحتاجها لهذه المهنة انطلاقا من المنبع اللي هو المعاهد اللي كيتواجدوا فيها الطالبات والطلاب. لهذا اعتقد بان هذه الامسيه كانت ناجحه، تفاعل الطلاب والطالبات كان ممتاز، اعتقد بانهم يعرفون ماذا ينتظرهم على مستوى التكوين وعلى مستوى يعني الايمان بهذه المهنه. نتمنى لهم النجاح. شخصيتكم تكون عندكم الاصرار وتخرجوا هذا الجورناليزم راه كلشي كيتمناه. علاش قلت لكم علاش حنا مضاربين دابا كنقولوا ما تدخلوش مع السطاج وما تدخلوش من هذا، حنا بغيناكم تدخلوا مع الباب وعزازين مكرمين وبأدواتكم. ومن المفروض على انه علاش كيتقاتلوا عليها، لانه راه مهنه لو كان ما كانش فيها الخير راه كاع يضربوا عليها ويتقاتلوا عليها، باش نكونوا واضحين. غير هو كاينين شي وحدين ورا الحرام خصهم يبعثوا لنا باش يخليوا هذا الخير يكون مشروع ويكون كيعم الجميع. يمكن يكون احنا محتاجين، ما نعطيتكم الرقم، الرقم احنا محتاجين في المغرب واحد 10,000 صحافي تكون مكونه مزيان ومبرونتي في الاخر.